فتياتنا أكبادي لكم المودة والقلوب تنادي يا تسلكوا سبل الضياع وحققوا مجدا وعزا كان للأجداد مجدا وعزا السلام عليكم ورحمة الله. كما أن لنا أعمارا زمنية مختلفة، كذلك لنا أعمار عقلية مختلفة، فتجد الشخص في السبعين أحيانا ومعلوماته وفهمه وإدراكه للأشياء مثل فهم ابن الثلاثين، وتجد ابن الثلاثين أحيانا وإدراكه وفهمه ومعرفته بالأشياء تشبه فهم ابن السبعين. لنا أيضا أعمار روحية مختلفة، فتجد الواحد أحيانا وهو في السبعين وله روح ابن الثلاثين في طموحه، في حيويته، في توثبه، في أمله، ونجد أحيانا شبابا في الثلاثين وفي الأربعين ولكن شاخت أرواحهم وانسحبوا من الحياة ورضوا أن يعيشوا على هامشها، ورضوا منها بأقل القليل، يعطونها أقل القليل ويأخذون منها أقل القليل، فهم في الثلاثين وفي الأربعين لكن أرواحهم أرواح أهل الشيخوخة والهرم. إذن أبنائي وبناتي، ليس هناك تلازم مضطرد بين شباب الروح وشباب الجسد إلا في حالات الهرم الشديد، فالروح حينئذ ولا بد، وهذا سنة من سنن الله في الخلق، لا بد حينئذ أن تكون محدودة بحدود الجسد وأن تتوقف عند حدوده. نحن نريد للصغار والكبار، للشباب والبنات والفتيان والفتيات دائما أن يتحلوا بالروح الشبابية، وأنا ألمس هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: لو قامت الساعة على أحدكم وفي يده فسيلة غرسة النخل الصغيرة فليغرسها فإن له بذلك أجرا. الساعة تقوم والعالم مشرف على نهايته، وهناك من يزرع ومن يعطي، هو لن يأكل منها وربما لن يأكل منها أحد، ولكنه الرمز والإشارة، المعنى، إلى أن نعطي باستمرار ونبذل باستمرار ونحاول أن نرتقي باستمرار ونحاول أن نتحسن باستمرار، حتى لو كانت نتائج ذلك الجهد غير مرئية وغير مدركة، بل حتى لو كنا في شبه ما يشبه حالة اليأس منها. الروح الشبابية تعني المرونة وتعني التكيف، لأن الإنسان حين يتقدم في السن كما تتصلب حركة مفاصله تتصلب لديه أيضا شرايين الدماغ، وتتصلب لديه المفاهيم والأفكار، ويصبح تقبله للجديد ضعيفا. لكن الشباب ليسوا كذلك، الشباب في حالة من التكون، ولذلك هم باستمرار يتكيفون مع الظروف الصعبة، مع ظروف العمل، يهيئون أنفسهم، يتدربون، يستعدون. إنها مرونة الروح ومرونة العقل ومرونة الجسد. الشباب يخططون دائما لمشروعات بعيدة الأمد، على حين أن الشيوخ في الغالب يؤثرون الجهود التي تؤتي ثمارها في أسرع وقت، ويؤثرون الاستثمارات التي تؤتي ثمارها في أسرع وقت، لأنهم يشعرون أن الوقت الذي أمامهم لا يكفي للمشروعات الطويلة. لكن هذا ليس من سمات الروح الشبابية. سمات الروح الشبابية كما أشار الحديث الشريف هو أن نعطي ونبذل ونخطط، حتى لو كنا ندرك أن هذا العمل لن نأكل من ثماره، هذا ليس مهما، المهم أن نبدأ
وسيأتي غيرنا من يكمل الطريق، وسيأتي غيرنا من يستفيد من جهودنا ومن أعمالنا. الروح الشبابية تعني التمرد على البيئة، وتعني التمرد على الظروف الصعبة، بمعنى لما يوجد الإنسان في حالة صعبة فالشاب لا يستسلم، وإنما يكافح ويعمل وينشط ويبذل الجهد ويتدرب ويستفيد الخبرات، لأنه يعرف أن أمامه أحيانا ما يقرب من نصف قرن أو أكثر ليقطف ثمار ذلك. حين نستسلم فهذا يعني أننا فقدنا الروح الشبابية. أبنائي وبناتي، حين نعيش في ظروف صعبة فإن الاستسلام يكون سهلا علينا، مع أنه في تلك الظروف تكون المقاومة ويكون الثبات ويكون النمو ويكون التفتح ويكون التجديد هو الجواب الكافي والشافي، وهو الجواب الصحيح على الظروف الصعبة. الظروف الصعبة، البيئات التي تعج بالمشكلات، علاجها والتعامل معها ليس بالاستسلام لها، وإنما بالمقاومة وبالعطاء وبالتجدد وبالتفتح. وهذا كله من سمات الشباب، وهو متوفر لديكم بإذن الله تعالى. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبابنا فتياتنا أكبادي، لكم المودة والقلوب تنادي، لا تسلكوا سبل الضياع وحققوا مجدا وعزا كان للأجداد، مجدا وعزا